حصل معايا موقف يوم 30 سبتمبر من 4 أيام تقريبا 4 أيام. كنت في محمد محمود في وسط البلد وعادي جدا ماشي أنا واحد صاحبي في شارع محمد محمود وواحدة ست شابة أنسة أنا ما سألتهاش بس هي كانت معدية من جنبي يعني، بس فحاولت على قد ما أقدر أسمح لها إن هي تعدي عشان كان في عربيات. فوجئت إن هي لمستني بطريقة غير لائقة يعني، زي ما بيقولوا تحرش. بس فالناس اللي كانت واقفه انا اتصدمت، انا ما عملتش اي حاجه. الناس اللي كانوا واقفين من ضمنهم امين شرطه هو اللي اتعامل، يعني انت ازاي تعملي حاجه زي كده. طلعنا على النقطه اللي في شارع طلعت حرب، من هناك عملت محضر، وبصراحه هم عنفوها في المحضر شويه، يعني ازاي انت بنت تعملي حاجه زي كده؟ بالنسبه لمجتمعنا دي حاجه غريبه. بس هو الموضوع عدى واتناقشت معها ومع اهلها والموضوع عدى جدا يعني، خلاص اتصالحنا وكل حاجة. بس فكرة ان الراجل وان احنا في مجتمع ذكوري مجتمع شرقي وان هو اللي بيبقى مسيطر دايما هو فارض رأيه، دي بقت غلط دلوقتي. خلاص حرية والتحرر، فكرة الانطلاق اللي احنا بقينا فيه خلاص بتسمع بحاجات زي كده.